هذا مش فجروان يقول شف عشر خلفات وعشر معاشير مع وايت يقطع نفود البيض مثل البرد بالوصف وضح مغاتير معهن بكار ولا تلاهن قعية وبالذكر يقز الباقي العمر تقزير لعل قلبك عنه مو يهيد ولحد مزيم ومن ورانا مشاوير ولا من ذهاب والمسافة بعيد ودنياك هذه بين يسر ومعاسير وهي ما تبيد ولا الخرايط تبيد دنياك هذه بين يسر ومعاسير وهي ما تبيد ولا الخرايط تبيد في ساحته يتصارع الشر والخير وزهد بليل المخاليد سيد اللهم صل عليه وسلم زهد بليل المخاليد سيد أقفت على قايد جموع وقوابير ألي بها أبدع بالقصايد فهيد فهيد بن جبهة من شيوخ جندي من عبده لو قصايد كلها مراتي مصدام حتى لكن ما الله كتبني يمسك من نجي ولا والله جميلة جدا جدا ومن شعر جميل فهيد جنيدي الشمل إيه هل عدو يقول أقفت على قايد جموع وطوابير ألي بها أبدع بالقصايد فهيد عقب الترى والعز شاف المحازير ضرغام دينها بالكلبشات قيد للمشي قاد وذباح الخنازير عليه بوش بعيد اضحى يعيد مات الزعيم الشهر موت المشاهير رباط جاش وعند الاعدام جيد وحنا انتباه لاعبين وجماهير بفوزنا نسعد سعاده تسعيد ناس ندمر نعمه العقل تدمير دايم على الدرب التهالك تسيد نتابع نشاط البورصه والهوامير لسلربه ومعاملاته ونأيد لكن يقول ما عم الاشرواك طيبين موجودين يا ما تقوم الساعه ما عم سمحين وجيه المسافير هل البنيان الفضيله تشيد ولا ينتصر جيش انتقود ومزامير يرقص طرب على قصيده عنيد يصار ما نسمع الشهد وتكبير نصبح خفو سير ضربه ونفيد والرابحة إلى الهدف واصل السنة نبي والكتاب متقيد ودلي بدلوي مع الشعر بالبيع ولقونا القاضي ولقو زوية ما شاء الله وصلوا على البيّن الشرّ أفضل نبي للمخاليد.